السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. فيديو اليوم سيخص مادة الرياضيات وبالضبط المستوى الخامس، مرجع النجاح في الرياضيات، الدرس 29، وحدات قياس الكتل. إذن أولا سأنطلق بدراسة وضعية الانطلاق. تابعوا معي. وضعية الانطلاق هي كالتالي: حملت شاحنة بما يلي 100 كيس من القمح وعشرة أكياس من الشعير. ألف، سؤال ألف: يزن كل كيس من الشعير 50 كيلوغرام، ما هي كمية الشعير التي حملتها الشاحنة؟ أمثل هذه الكمية على جدول وحدات قياس الكتل. إذن السؤال ألف مقسم إلى سؤالين. السؤال الأول هو معرفة كمية الشعير التي حملتها الشاحنة، والسؤال الثاني هو تمثيل الكمية على جدول وحدات قياس الكتل. بالنسبة للسؤال باء كذلك مقسم إلى سؤالين: معرفة كمية القمح التي حملتها الشاحنة، وتمثيل هذه الكمية على جدول وحدات قياس الكتل. إذن على بركة الله، ألف: يزن كل كيس من الشعير 50 كيلوغرام. إذن هذه الشاحنة محملة بمئة كيس من القمح وعشر أكياس من الشعير. كل كيس من الشعير يزن 50 كيلوغرام. إذن ما هي كمية الشعير التي حملتها؟ إذن عندي عشرة ديال الأكياس. سأنجز عملية الضرب. 10 أكياس، أنا عندي 10 ديال الأكياس، كل كيس كتلته 50 كيلوغرام. إذن 10 في 50، 10 في 50 كم تساوي؟ تساوي 500 كيلوغرام. سأمثل، إذن سأمر إلى السؤال الثاني. أمثل هذه الكمية على جدول وحدات قياس الكتل. إذن 500 كيلوغرام سأمثلها على جدول وحدات قياس الكتل. إذن كيف سأمثل 500 كيلوغرام على هذا الجدول؟ إذن لاحظ، 500 كيلوغرام هو عبارة عن عدد صحيح طبيعي، عدد صحيح طبيعي. إذن سأمثل رقم وحداته في الكيلوغرام. إذن وحداته 500 هي صفر، إذن سأكتب صفر في خانة الكيلوغرام. إذن هنا صفر خمسة، إذن 500 كيلوغرام. داكوغ. بالنسبة للسؤال الثاني باء، يزن كل كيس من القمح 100 كيلوغرام. كل كيس من هذه الأكياس كيوزن 100 كيلوغرام. ما هي كمية القمح التي حملتها الشاحنة؟ أمثلها على جدول وحدات قياس الكتل. كمية القمح التي حملتها الشاحنة، إذا لدي 100 كيس محمل في هذه الشاحنة، وكل كيس من بين هذه 100 كيس فيه 100 كيلوغرام. إذا 100 في 100 تساوي 10,000 كيلوغرام. كذلك سأمثلها على جدول وحدات قياس الكتل. لاحظ هنا 10,000، وكذلك عدد صحيح طبيعي. إذا سأمثل رقم وحداته في خانة الكيلوغرام. إذن وحدات 10,000 هي صفر. إذن صفر هنا، صفر 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 واحد. إذن كما تلاحظون أن جدول وحدات قياس الكتل مكون من الوحدة العالمية لقياس الكتل اللي هي الغرام، أجزاء الغرام ديسيغرام سنتيغرام والميليغرام، مضاعفات الغرام كيلوغرام هكتوغرام ديكاغرام والغرام، ومضاعفات الكيلوغرام اللي هي الطن القنطار والنقطة اللي هي 10 كيلوغرام. الآن سأمر إلى إنجاز النشاط رقم 3 من الكتاب المدرسي، والمطلوب فيه هو كتابة الكتل الآتية على الجدول. إذن مجموعة من الكتل سنحاول كتابتها على جدول وحدات قياس الكتل. إذن سأبدأ ب 1600 كيلوغرام. 1600 كيلوغرام سأمثلها على جدول وحدات قياس الكتل. إذن هو عدد صحيح طبيعي 1600. إذن رقم وحداته هو صفر. إذن سأكتب صفر في الكيلوغرام. صفر صفر
1600 كيلو غرام. الآن 3.4 طن. 3.4 طن. إذا 3.4 طن هو عدد عشري يتكون من جزء صحيح اللي هو 3 وجزء عشري اللي هو 4. إذا ماذا سأكتب في خانة الطن؟ سأكتب رقم وحدات الجزء الصحيح. إذا رقم الوحدات هو 3، سأكتبه في طن. هكذا 3 طن 3.4 هكذا. إذن 3.4 ماذا؟ طن. إذا كنتبع الفاصلة. الآن سأمر إلى 0.045 قنطار. 0.45 قنطار. إذن هو كذلك هو عدد عشري يتكون من جزء صحيح اللي هو 0 وجزء عشري اللي هو 45. ماذا سأكتب في القنطار؟ وحدات الجزء الصحيح اللي هي 0. أنا سأكتب 0 هكذا في القنطار. 0.54 قنطار. إذا 0. قنطار. نحاول نمسح باش نكمل. الأمر سهل جدا، يكفي قراءة العدد وتمييزها هو عدد صحيح طبيعي أم عدد عشري. إذا 60 قنطار. 60 قنطار. إذا 60 قنطار هو عدد صحيح طبيعي. إذا سهل جدا. إذا سأكتب 0 في القنطار لأنه رقم الوحدات. إذا 0 هكذا وهنا 6. إذا 60 قنطار. 3 سنتيغرام. 3 سنتيغرام. إذا 3 سنتيغرام هو عدد صحيح طبيعي وحدته هو 3. إذا 3 سنتيغرام هي 3 هكذا. بالنسبة الآن 0.03 غرام الجزء الصحيح و 0.3 هو الجزء العشري. إذا سأكتب 0 في الغرام. إذا 0.03 0.03. إذا هنا 0.03 غرام. الآن 128 سنتيغرام. 128 سنتيغرام. إذا هو عدد صحيح طبيعي. ماذا سأكتب في سنتيغرام؟ سأكتب 8 رقم الوحدات 8 2 1. 128 سنتيغرام. والآن سأمر إلى إنجاز تمرين تطبيقي لما درسناه وكذلك معرفة طريقة التحويل من وحدة معينة إلى وحدة أخرى. التمرين التطبيقي هو على الشكل التالي. التمرين التطبيقي هو النشاط رقم 2 في الكتاب المدرسي. أكمل بكتابة الوحدة المناسبة أو العدد المناسب مكان النقط. إذا غنكملو سواء بالوحدة المناسبة ولا بالعدد المناسب. إذا في هذه السيرة هذه غادي نكملو بالعدد المناسب، يعني غنحولو واحد العدد من وحدة إلى وحدة أخرى معينة. وهنا في هذه السيرة هذه غادي نحولو واحد العدد من نحولو من وحدة إلى وحدة معينة. إذا غادي نبحثو على إذا غنكملو بالوحدة المناسب. إذا نبدأ 8.7 طن سأحولها إلى الكيلوغرام. إذا 8.7 طن عدد عشري. إذا ماذا سأكتب في الطن؟ سأكتب 8 لأنه رقم وحدات الجزء الصحيح. إذا 8 في الطن هكذا 8.7. 8.7 نحولها إلى الكيلوغرام. إذا غادي نحاول نحيد ذاك الفاصلة، نكمل بالأصفر. الكيلوغرام هنا 0. إذا هي 8700 كيلو غرام. الآن 9.3 قنطار حولها إلى الكيلوغرام. إذا هو عدد عشري. إذا سأكتب 9 في القنطار. 9 في القنطار لأنه وحدة الجزء الصحيح. 9.3. إذا نحولها كذلك إلى الكيلوغرام. إذا نزول الفاصلة وغادي نزيد 0. 930 كيلو غرام. 640 قنطار سأحولها إلى الطن. إذا 640 قنطار هو عدد صحيح طبيعي. إذا سأكتب ماذا سأكتب في القنطار؟ إذا سأكتب 0 لأنه رقم وحدات 640. إذا 0 في القنطار هنا. 0 4 6
100 كتبها برا نجبدو، إذا 640 كم فيها من طن؟ إذن هنايا هنا كاين الفاصلة، نورمالمون هي 640.0، إذن أزيح الفاصلة إلى اليسار برتبة واحدة، إذن أصبح لي 64 طن. 7800 كيلوغرام كم فيها من قنطار؟ إذن 7800 كيلوغرام حولها إلى القنطار، إذن ماذا سألته في الكيلوغرام؟ إذن صفر لأنه عدد صحيح طبيعي، صفر هو وحدات 7800، إذن صفر، تبادل الكيلوغرام صفر، صفر، ثمانية، سبعة، 7800 حولها إلى القنطار، إذن نزيح الفاصلة برتبتين هنا، الفاصلة كانت هنا، إذن نزيحها برتبتين إلى اليسار، تصبح لي 78 قنطار. 1500 كيلوغرام غادي نحولها الى الطن، كذلك ساكتب صفر في الكيلوغرام لانه رقم الوحدات، صفر في الكيلوغرام صفر صفر 5 1، 1500 نحولها الى الطن، اذا فاصلة هنا سازيحها الرتبة الاولى هنا الثانية هنا الثالثة، اذا هي 1.5 او 1.500 طن. 9.8 كيلوغرام حولها إلى الغرام، إذن هنا عدد عشري، إذن سأكتب 9 في الكيلوغرام لأنه رقم وحدات الجزء العشري، 9 في الكيلوغرام هنا 9.8، نحولها إلى ماذا؟ إلى الغرام، أول حاجة نزول الفاصلة ونكمل بالأصفار إلى الغرام، الغرام هنا إذن 9800. الآن ساليت السيري ديال اللي كنبحث على العدد المناسب، الان نبحث على الوحده المناسب، اذا هنا 0.43 طن غتساوي 4.3 ماذا؟ اذا شمن وحده؟ اذا اولا نمثل 0.43 طن على الجدول، اذا هنا 0 ساتوافق الطن هنا، اذا هنا 0 الطن 0 فاصلة ماذا؟ 0.43، إذا غنحولها، إذا تصبح لي 4.3، إذا الفاصلة تصبح ليها فينا، إذا 4.3 ماذا؟ قنطار، إذا كنتبع الفاصلة فين غادي؟ إذا هنا قنطار، إذا 971 قنطار، 971 قنطار، إذا سأكتب 1 في القنطار لأنه رقم الوحدة، 1، نعم 7 هنا، 7 هنا 9، إذا 971 قنطار، نحولها إلى تصبح لي 97.1، إذا هنا الفاصلة هنا 97.1 طن، طن، 3460 هكتوغرام، 3460 هكتوغرام، تساوي 3.46 مال، سأكتب صفر في الهكتوغرام لأنه رقم الوحدة، صفر في الهكتوغرام، صفر، نعم صفر. 6.43460 غتولي لي 3.46، إذا الفاصلة غتولي لهنا، إذا ماذا؟ قنطار، دائما كنتبع الفاصلة فين غادي، الآن 0.06، 0.06 قنطار تساوي لي 6، 0.0 إذا سأكتب 0 في القنطار لأنه رقم 0.06، لأنه رقم وحدات الجزء الصحيح، نحولها غتولي لي 6، إذا الفاصلة غنمسحها، إذا 6، 6 ماذا؟ 6 كيلو غرام، كمل، الآن 7800 كيلو غرام، و 378 ماذا؟ إذا صفر هو مو الوحدات، إذا صفر صفر 8 7، إذا 7800 كيلوغرام غادي نحولها تصبح لي 78 هنايا قنطار، الآن 7.6 قنطار غادي نحولها غتصبح لي 760 مال، 7.6 قنطار، إذا سأكتب 7 هنا 7.6 قنطار، غتولي لي نمسح فاصلة غتولي هنايا 760 مالا كيلو غرام،
إذا وبهذا كنكون كملت درس وحدات قياس الكتل. إذا نتلقاكم في دروس جديدة إن شاء الله على القناة. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.